تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تنظم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غدا الحفل 32 لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي بمركز عيسى الثقافي. وتضم قائمة المكرمين لهذا العام 129 مكرما من عمال وإداريين ورواد عمل ومنشآت ممن أثبتوا جدارتهم وتميزهم في مجال العمل والإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب أصحاب المشاريع الصغيرة وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن المتميزين في الأنشطة الاجتماعية وكذلك المجدين من العاملين في المهن التي بدأت العمالة الوطنية الإقبال عليها والتميز في مزاولتها والعاملين في الاقتصاد غير المنظم. انتهت وزارة العمل لله الحمد من الإعداد والتحضير للدورة 32 لتكريم العمال المجدين والمتفوقين والمنشآت في القطاع الخاص المتميزة. وقد خاطبت اللجنة المعنية والتي تم تكليفها من قبل سعادة الوزير بشركات في 844 منشأة في القطاع الخاص، وحصلنا على تقريبا 500 استمارة ترشيح. وقامت اللجنة مشكورة بفرز هذه الاستمارات للحصول على 100 عامل من العمال المجدين والمتفوقين و10 من الإداريين، وقد تم ترشيح بعض رواد الأعمال الذين ساهموا في القطاع الخاص في التدريب والتأهيل وإعطاء أبناء الوطن الفرصة في التوظيف. وسوف يكون في تكريم لتقريبا 8 من المنشآت في القطاع الخاص على مختلف القطاعات الإنشائية أو الاقتصادية. هو المنافسة، يعني أنت إذا كرمت عامل جعلته منافس حق أقرانه، يعني كل واحد يتمنى أن يحصل على هذه المنافسة. وثانيا يعني التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية وجعلها منافسة للعمالة الأجنبية مع اعتزازنا ومحبتنا للعمالة الأجنبية هو الدافع الكبير. يعني احنا يعني اقتصادنا لله الحمد يعني يولد وظائف كثيرة، ونتمنى ان اغلبها تروح للمواطن اللي هو يبحث عنها، ولدينا قوائم من العاطلين بامكانهم ينافسون. يعني والله الحمد يعني والشكر لاصحاب الاعمال متعاونين ويانا لأبعد الحدود في التوظيف، وخاصة إذا وجدوا العامل المؤهل والمدرب الذي يلبي احتياجاتهم.